بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم My name is Adam Ahmed. I'm the first graduate of the Diyanet Hifz program here at the Diyanet Center of America. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amthaliha. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتلفوا فيه وكانوا مجرمين ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة بمثل ما عوقبتم